بشكر ريسبونسر الحلقة النهاردة غادة كريم هابي كاندل الشموع السعيدة حبيبتي غدغودة. صوت حسن شاكوش المسرسع وهو بيصرخ بصوت عالي وانت قاعدة تترقصيلي عليه كده بياخد من طاقتك. باب الحمام المتساب مفتوح بياخد من طاقتك. في واحدة كبالي كومنت وبتقولي أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا شيماء، من ساعة ما استخدمت البخور والسنتد كاندلز بتاعتك وأنا جوزي بطل يلعب بديله. وانا بقولك يا شيماء حافظ انتي وجوزك اسلام، ربنا يخليكم لبعض ويخليلكم ميزو بنكو اللي في التجربيه لغات. واحده بتسالني بتقولي مين الواد المز اللي وراكي؟ فاصل اعلاني وارجع لكم. تعالى هنا، رايح فين؟ انا مش قايله لك مفيش نزول من البيت لحد ما التحدي الزفت ده يخلص. لا ما انا مش نازل عشان التحدي ده، انا رايح اجيب فينو متكلين ولابس لي البدله الاوريجينال اللي حالتك عشان تروح تقابل عمو فينو. انت يا بوصو ما تكذبش، انت اكيد رايح تقابل الوليه المخفيه الحلوه الوحشه خطفتني الجلدي. شيماء انت كده بتعطليني، انت عايزه وسيم واسراء يكسبونا؟ لو عايزه قوليلي. اه عادي يكسبونا. يكسبونا؟ طب والسكور وتعبك وشقاكي كل ده؟ مش مهم، نخسر المره دي، احنا هننسحب. مين ده اللي انسحب؟ ده انا اتفنك صاحيه ولا يتكتب في السي في بتاع مازو انه انسحب. شيماء ما هو انت لو بتثقي فيا وتقدري ان انا ما بحبش حد. فكك 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 خلاص 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 الكلام اللي هبلت فكك. بلدي قوي صح؟ بلدي جدا. مازو انا عايز اسالك سؤال كده ناس عاقلين، من زوجه لزوجها، لو طنط اللعبه طلبت منك انك ترميني من الدور العاشر عشان تكسب هترميني؟ لا طبعا يا شيماء اكيد مش هعمل كده، بس برضو مش هخسر اللعبه، اكيد هشوف حل وسط. حل وسط اللي هو ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ ارميكي من الدور الخامس مثلا، يعني حاجه قريبه كده. طول عمرك واطي كريم، هات الحبل. كريم انا رايح اكمل اللايف بتاعي عند جدتك عشان النت هنا زفت وريسبونسر ممكن يخربوا بيتي. هيقعد بقى يتنحنح عليك ويتمحلس لك عشان تفكه. حسك عينك يبتز مشاعرك او عاطفتك ويأثر عليك، مفهوم؟ حاضر يا باي باي يا فينو. حاضر يا ماما. ولا كريم عاق، هتفكني ولا هتفضل عاق؟ هفضل عاق. ماشي ماشي ماشي، هتروح مني فين؟ ما الدنيا كلها ايه، اوضه وصاله ودين يا كريم. لمارس عليك كل اساليب التنمر لحد ما عقدك. انت عارف يا كريم امك دي اللي انت ماشي وراها وبتسمع كلامها كانت عايزه تسميك ايه لما اتولدت؟ شكري. تخيل بقى كنت كبرت وانت اسمك شكري، ده انت كان زمانك تريقت المدرسه دلوقتي. بس انا ايه، وقفت لها وقلت لها مستحيل اسمي ابني شكري. وما سميتوني ايه في الاخر؟ خفيف قوي يا لا، خفيف قوي. ما تفكني والنبي يا كريم، خليك راجل. ما اقدرش اكسر كلمه لماما. طب انت عارف ان ماما دي اللي انت مش عايز تكسر لها كلمه كانت عايزه تخلف بنت وتسميها شكريه، واول ما اتولدت كانت قرفانه منك قوي وعماله تلبسك فساتين، والصور دي كلها معايا. عارف يا بابا تحط الصور دي فين؟ احطها فين يا لا؟ في درج المكتب مكان ما بتحط الصور. عليك ده انت غتت، حتى في هزارك غتت، يعني انت مش خايف. ماشي انت حر بقى، انا بقى هخش اطلع الصور دي اللي انت لابس فيها فساتين ومايو بكيني واوريها لكريمه. كريمة بنت وسيم، خليها تشوفك بالمايو. انت بجد معاك الصور دي يا بابا؟ اه معايا، بس لو فكتني هحرقها كلها قدامك، ومش هقول ان انت اللي فكتني، هقول ان انا اللي ضربتك وفكت نفسي وهربت. حاضر. يلا 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 حبيبي يا كريم، حبيبي ابن العاق الجميل الجميل، برافو عليك يا كيمو. فين الصور يا بابا؟ صور ايه يا هبل، انت صدقت؟ خش جوه يلا، خش جوه، وهقول لماما ان انت اللي فكيتني، خليها ترنك علقه. انت اللذينه قافله الباب من بره. ماشي ماشي كده، مش هعرف اهرب يعني يا شيماء. ماشي انس لين. معلش هتستنيني في ظهر العماره عند مقلب الزباله كده. يلا اتأخرت عليكي؟ عادي. اه عادي بنعملها على طول. انت كويس؟ انا كويس، انت كويسة؟ يلا بينا يلا يلا.